في قرية القرية شمال شرقي الفجيرة يتنافس ثوران وجها لوجه، حيث تعد مصارعة الثيران تقليدا قديما لكنها غير معروفة على نطاق واسع في الإمارات العربية المتحدة. ويسعى هواة هذا التقليد لزيادة عدد الثيران بتزويجها من بقرات محلية وشراء مزيد منها بأسعار تتراوح بين 1000 و10 آلاف يورو. يرفع عيسى أكمامه ليحرك قدرا وضع فيه خليطا من القمح والتمر والأعشاب والسمك ليحضر طعاما للثيران، مما يعتقد أنه يمنحها القوة. الأكل كله أكثر شيء عندنا 80% من المزرعة، عندك المال من المزرعة، الحشيش من المزرعة، القصب من المزرعة، التمر من المزرعة، احنا ما ناخذ شيء من السوق. هذا يعني 80% أو 90% أكلهم من المزرعة. يقوم عيسى مع موظفين في مزرعة عائلته في قرية القرية شمال شرقي الفجيرة بتحضير 17 ثورا للمشاركة في المصارعة الإسبوعية في حلبة في الهواء الطلق. الحلبة ساحة رملية كبيرة بين جبال صخرية ومياه خليج عمان، يخيم الصمت عليها عادة بينما يقطعه خوار ثيران تستعد للنزال. أول بداية يحسبوا الناس مزح، كان يمكن مال 10 أشخاص أو 20 شخص في التيك توك يتابعك، الحين ما شاء الله يمكن فوق 2000 يتريون. بعيدا عن ناطحات السحاب ومسابقات الإبل في الصحراء، تعد مصارعة الثيران تقليدا قديما في بعض مناطق الإمارات، وعلى عكس مصارعة الثيران الشائعة في إسبانيا والبرتغال حيث تقتل الحيوانات، فالمواجهة هنا لا تستمر حتى الموت. إذا شفنا الثورة الأول زاد على الثاني نقول لهم عسبت ليش ما نخسر ثورة ربيعنا، ليش احنا ما جايين نخسر، عسبت انت تطلع راضي وانا اطلع راضي، انت تطلع مستانس وانا اطلع مستانس. الجولة بين الثورين ما بين دقيقة إلى دقيقتين، بينما الرجال من حولهما جاهزون للتدخل في حال احتدم الصراع. وهذه المصارعة من قديم الزمان صار لها أكثر من 150 سنة تقريبا ما يقارب، وهذه كانت تقريبا من بناء يعني المصارعة، رياضة مصارعة الثيران كانت في البدية حلبة، وفي خورفة كان حلبة، وهذه الحلبة وفي الفجيرة كانت في حلبة. هوايات الإبل والجمال يعني هذه صوب أبو ظبي أكثر ودبي ومناطق يعني البعيدة تكون، هني قليل يعني ما في وايد يعني من اللي يحبون هذه الهواية، هوايتهم أكثر شيء مصارعة الثيران يعني عامة في الفجيرة في كلبة. يسعى عيسى وعائلته إلى الحفاظ على هذا التقليد، ويحرصون على تكاثر الثيران عبر تزويجها مع بقرات محلية أو شراء مزيدا منها لتستمر بالمشاركة في مصارعة ما زال لها عشاقها ومتابعوها.